شارك وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع المشترك لعضوات الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون الخليجي مع سعادة الدكتورة هان نيومان رئيسة الوفد المعني بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي والوفد المرافق لها والذي عقد في مدينة الرياض بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ورأس وفد الشعب البرلمانية المشاركة في الاجتماع سعادة الدكتور ابتسام محمد صالح الدلال عضو مجلس الشورى